تملك فاطمة 26 بيضة تريد أن تضعها في علب تسع كل واحدة لست بيضات، ما عدد العلب التي تحتاجها؟ ما حل هذه الوضعية يا ترى؟ كم عدد العلب؟ كيف سأجيب؟ للإجابة على الوضعية أقسم 26 على 6. الطريقة الأولى: استعمال الطرح المتكرر. لدينا 26 بيضة، نملأ الجدول التالي: عدد العلب، عدد البيض الموزع، الباقي من البيض. نضع 6 بيضات في كل علبة. العلبة الثانية: بقيت 14 بيضة. العلبة الثالثة: بقيت 8 بيضات. العلبة الرابعة: بقيت بيضتان. إذن 26 يساوي 6 في 4 زائد 2. المقسوم عليه الخارج الباقي. ستحتاج فاطمة إلى 4 علب وستبقى بيضتان. الطريقة الثانية: استعمال المضاعفات. نبحث عن مضاعفات 6 المقسوم عليه حتى نصل إلى المقسوم. نحصل 26 المقسوم بين مضاعفين متتاليين للمقسوم عليه 6. ستة وعشرون محصور بين 24 و30. أربعة وعشرون يساوي 6 في 4. 30 يساوي 6 في 5. 26 يساوي 6 في 4 زائد كم؟ إذن 26 يساوي 6 في 4 زائد 2. 2 أصغر من 6. الباقي يكون دائما أصغر من المقسوم عليه. ستحتاج فاطمة إلى 4 علب وستبقى بيضتان. البحث عن الخارج والباقي في قسمة أقليدية: 17 يساوي 2 في كم زائد كم؟
نبحث عن مضاعفات إثنان المقسوم عليه. نحصر 17 بين مضاعفين متتاليين. سبعة عشر محصورة بين 16 و 8. إذن 17 يساوي 2 في 8 زائد 1، 1 أصغر من 2. خارج قسمة 17 على 2 هو 8، والباقي هو 1.